رانا في بلدية حمام دباغ وشوف نذهب لي مع التعرف على حمام دباغ هذا اللي يعني مشهور في الجزائر معروف. أنا أشوف بنايات رائعة أمام حمام الدباغ أو ما يسمى بحمام المسخوطين. نشوف هذه الحجارة قمم
اذا نكملوا الرحله ديالنا باتجاه مدينه قسنطينه، وهنا رانا على مستوى حمام دباغ. درنا جوله في حمام دباغ وان شاء الله نشارككم في هذه الجوله في فيديو اخر. الان حان وقت الرحيل باتجاه مدينه قسنطينه. نلاحظ المكان نتاع حمام الدباغ. جديد حمام الدباغ الحديقة ما شاء الله. وعندنا حمام الدباغ هذا نزيد ندور نشوف نتعرفوا على مدينة حمام الدباغ.
المستشفى هذا، لاحظ هذا المستشفى هنا، هذا هو مستشفى حمام دباغ. هذا هو السلام عليكم. السلام عليكم. شحال خلصوا؟ خلصوا 10 مليون. ماكش كاري؟ لا لا ماكش كاري. شكرا. إذن هنا ماشي حمام بوشهرين، هذاك في خشلة واقيلا. إذن هذا حمام شلال مركب حماوي رائع جميل جدا. هذا حمام الشلال فيه بنغالوات هنايا، بنغالوات